تسببت عاصفة ساندي التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بحجب بعض مواقع الإنترنت لفترة وجيزة. مواقع غيزمودو وهافينغتون بوست وباز فيد لم يمكن الوصول إليها بعدما دخلت المياه إلى مراكز المعلومات الخاصة بتلك المواقع. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن حالة الكارثة الكبرى في ولاية نيويورك بعد الأضرار البالغة التي ألحقتها بها العاصفة ساندي. غيرت شركة أبل من طريقة عمل خاصية البحث الصوتي سيري في الصين بعدما اكتشفت أن الخاصية توجه مستخدميها إلى بيوت الدعارة، وهو أمر يخالف القانون الصيني. موقف محرج لأبل يأتي في وقت شهدت فيه إدارة الشركة تغييرات تمثلت بإعفاء مديرين تنفيذيين من مهامهما، أحدهما كان مشرفا على تطوير برنامج الخرائط الخاص بأبل الذي لاقى انتقادات كثيرة لكثرة الأخطاء الفنية فيه. ونبقى مع أبل، إذ وجد منتج آيباد منافسا جديدا. فقد كشفت شركة جوجل عن الكمبيوتر اللوحي نيكسوس 10، ويتسم المنتج الجديد بشاشة بحجم 10 بوصات، ونسبة العرض إلى الارتفاع فيها هي 16:9، ما يعطي أفضلية عند مشاهدة الأفلام، ويبدأ سعر الجهاز من $400 أمريكي. وأخيراً اشترت شركة ديزني شركة لوكاس فيلم المنتجة لسلسلة أفلام ستار وورز، وبموجب الصفقة التي تمت مقابل 4 مليارات دولار أمريكي، فإن ديزني ستنتج الأجزاء الثلاثة الأخيرة لهذه السلسلة لتطرح الجزء السابع منها في عام 2015. وبعد الانتهاء من هذه الأجزاء ستنتج ديزني أفلاماً جديدة كلياً لسلسلة ستار وورز كل عامين أو ثلاثة. حيدر الطالبي، BBC.